لمزيد من التفاصيل ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ مارك مجدي، متخصص في العلوم السياسية والتعاون الدولي. يعني بعد التحية وفي البداية أستاذ مارك، كيف ترى موجة التضخم التي يشهدها العالم خصوصا بعد أزمة كورونا وأيضا العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا؟ أهلا وسهلا حضرتك. يعني في البداية بالطبع يعني أزمة كورونا عصفت بخطوط الإمداد، وبسبب الإغلاق اللي حصل ركود اقتصادي كبير، وكان في توقعات يعني حتى نهاية العام الماضي إنه يكون في نمو اقتصادي لا في عام 2022. فمثلا يعني هنا في ألمانيا كان هناك توقع أن يكون هناك نمو اقتصادي يصل إلى 4.6%، ولكن مع الأزمة الأوكرانية الروسية الأخيرة وأزمة الطاقة النفط والغاز وأيضا أزمة بعض السلع الغذائية، هذه التوقعات تقلصت إلى 2.2%. فيعني بالطبع الأزمة الروسية الأوكرانية كان لها أثر كبير على العالم. يعني هنا في أوروبا هناك نسب تضخم عالية، فمثلا في ألمانيا وصلت نسبة التضخم إلى 7.3% في شهر مارس الماضي، وهذا لم يحدث منذ أكثر من 40 عاما. يعني آخر يعني نسب تضخم حصلت في ألمانيا كانت سنة 1990، يعني بعد الوحدة الألمانية. نعم، يعني ومن وجهة نظر حضرتك كيف ترى زيادة أسعار النفط حول العالم، وهل تتوقع زيادة أيضا بأسعار النفط في الفترة القادمة، وما تأثيرها على العالم بأكمله؟ يعني كما رأينا أن هناك ارتفاع في أسعار الوقود والطاقة على مستوى العالم، فمثلا هنا الاتحاد الأوروبي أعلنت فوندرلين رئيس الفوضير الأوروبية الأسبوع الماضي عن عقوبات جديدة وحظر للنفط الروسي. وأيضا مثلا ألمانيا يعني دعمت هذه السياسات لحظر النفط الروسي ولكن بطريقة تدريجية، فبالطبع هذا سيكون له أثر مستقبلي على أسعار النفط هنا في أوروبا وأيضا على مستوى العالم، وأيضا سيكون هناك له آثار على يعني السلع الأخرى كالسلع الغذائية، والتي يعني سترتفع أيضا مع ارتفاع أسعار الوقود والنفط. نعم، الأستاذ مارك مجدي متخصص في العلوم السياسية والتعاون الدولي، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا.